أنا لست محجبة وأصوم وأذهب للكوافير، فهل يبطل صيامي؟ الكوافير ده ذنب لوحده، ذنبه مستقل ملوش دعوة بالصيام، الصيام الامتناع المخصوص ده، ولكن ثواب الصيام قد يذهب لما واحد يغتاب، يشهد الزور، يتكلم بالباطل، يأكل أموال الناس ولا أموال اليتامى وصايم، يبقى الصيام سقط عنه فرضا لكن الثواب ضاع عليه الثواب، فكل ذنب نعمله يحصل كده.